بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تطورات مثيرة بالنسبة للأجهزة اللي انفجرت في لبنان حصلت طبعا دفعة تفجيرات تانية وكده لكن مش هذا الذي أقصده إنما أنا أقصد شيء في منتهى الأهمية ما هو هذا الشيء المثير للاهتمام ده هقول لك عليه طبعا بس عايز قبل ما اقول لك عليه اوضح لك شيء مهم جدا ايه هو الشيء هذا، الشيء هذا ان هذه الاجهزه تم شرائها من سته اشهر تقريبا يعني اثناء عمليه طوفان الاقصى يعني في وقت حرب يعني في وقت المفروض يكون فيه حذر شديد جدا طب علاقه ايه الكلام دوت باللي انت هتقوله الوقت هتعرف وركز معايا عشان الكلام الجاي مهم جدا. اللي حصل انه في البداية قالوا هذه الاجهزة مشتراه من شركة في تايوان وبعدين الشركة بتاع تايوان القت باللوم وقالت مش من عند نحنا ده من عند الوكيل اللي هو في المجر وبعد كده اتجهت الانظار الى الوكيل في المجر وبعد كده بدأوا الناس او بدأت الصحافة بالذات وطبعا قبلهم اجهزة المخابرات يدوروا فين هو المقر بتاع الشركة وبيانات الشركة وكذا وتأتيك المفاجأة بقى يا ابو الشباب ايه هي المفاجأة المفاجأة انه الناس دول دوروا في السجلات وجابوا عنوان الشركة ولما راحوا عنوان الشركة لا شركة ولا يحزنون فسألوا الجيران ايه هم يعرفوا عن هذه الشركة الجيران ما يعرفوش عنها اي حاجة يعني كمان مسجلة على عنوان وهمي وازاي حزب زي كده في وقت حرب يتعامل مع شركة وهمية وما يتعامل مع شركة ما يروحش يبعت حد هناك يشوف الشركة دي أصلها فين وجاية منين ورايحة فين يا عم ده عم فرج بتاع الكشري الله يرحمنا ويرحمه أحياء وأمواتا جيرانه عارفينه وعارفين إن عنده نشاط كشري وبيشموا الريحة وبيشوفوه هو طالع ساحب العربية بتاع الكشري الكشري وراجع ساحب العربية بتاع الكشري يعني الجيران عارفين عنه كل حاجة وده يعني كل رأس ماله مثلا 200 دولار ولا كده فمن بالك بقى في شركة زي كده بس الصفقة اللي هي بيعها ديت بملايين طيب هو إيه يعني ازاي هما ازاي حد يروح يشتري من شركة وهمية ده هنا انت لو عندك عربية وما عندكش الاوراق بتاعتها ما تعرفش تبيعها وكمان لو عندك عربية وعندك اوراقها ما تعرفش تبيعها لانك انت مجهول وفي بقى تعقيدات والامور دي مش عايز مش عايز اخرج من الموضوع فازاي هم يروحوا يشتروا الوقت الشركات او يشتروا البيجر هذا من او البايجر هذا من شركات او من شركه وهميه مش مسجله على عنوان ده معناها انه اللي اصلا اشترى ما راحش يبحث ولا دور ولا بعت حد يستخصي عن الشركه ولا كده ويعمل صفقة زي كده دي بقى يعني مش عارف مش عارف اقول ايه يعني هل هو اختراق من الحزب بس خد بالك لو اختراق في حزب المجوس اللي بيسمي نفسه حزب الله في لبنان او حزب الله لو هو حزب ايران اللبناني لو فيه اختراق هو اللي مرر الصفقة هذه فهذا الاختراق على مستوى عالي يعني مش هيكون واحد عضو عادي في الحزب او كده وطبعا بقى في اسرار واكيد اللي عمل الحكايه دي وعارف ان الدنيا يعني هتولع بعد كده يا اما الصهاينه ارشدوا عليه او قتلوه هو اول القتلى عشان الجريمه تختفي يا اما انه يكون الحزب مسكه وهبرضه هيعدمه في نهايه المطاف يا اما ان هو يكون مش معروف والصهاينه بيامنوه عشان يستخدموه في حاجات تانيه وده اخطر ما في الموضوع لسه كمان في مفاجأه كمان آه كبيره ايه هي المفاجأه ديت ؟ المفاجأه دي, دي انه الوقت الخبراء او الناس او اللي فحصوا او الاخبار من المصادر الرسميه بتقول انه آه كل جهاز كان فيه كميه من المتفجرات من ماده شديده الانفجار ما بين الثلاثين جرام والخمسين الخمسين جرام ازاي هو يتحط تلاتين جرام او خمسين جرام في جهاز زي كده وكل كميات التليفونات اللي او كل كميات البيجر او البيجر هذه اللي جات وما فيش ولا تليفون واحد اتفحص يعني كمان دخلوا من غير ما يتفحصوا فوضى عارمه فوضى عارمه بمعنى الكلمه مش عارف هو الحكايه دي جت ازاي في حقيقه الامر في تسيب رهيب جدا وفي عمل مخابراتي كبير جدا وفي اختراقات جامده جدا وما تستبعدش بقى انه كمان يكون بقى امور كثيره مرصوده هنا وهناك وكده وبعد كده الصهاينه لو دخلوا الحرب هيبقوا عارفين هم هيموتوا مين في الاول وهيموتوا ازاي في الاول وهيعملوا ايه في الاول طبعا الوقت في في داخل صفوف الحزب بقى الف سؤال وسؤال على الامور ديت يعني مش عارف الامور هترسي لحد فين انا طبعا الوقت أنا بقول لك أنا طبعاً أنتوا عارفين إن أنا ضد إيران وضد الحزب وضد الكلام ده كله بما فعلوه في أهلنا في سوريا، لكن النقطة اللي أنا عايز أوضحها إن هو صراع المجوس مع الصهاينة يصب في مصلحة المسلمين ودي مسألة لا أنا أقدر أنكرها ولا أنت تقدر تنكرها لانك لو انكرت الواقع مصداقيتك هتروح لكن لازم تعرف شيء مهم جدا ايه هو هو ان فعلا الان في حرب بين ايران وكلابها من ناحيه وبين امريكا وكلابها من الناحيه الثانيه لا سيما الصهاينه لكن هذه الحرب ليست لاسباب اخلاقيه هذه الحرب احنا كاهل سنه نستفيد منها ودي محدش يقدر ينكر الحكايه ديت احنا كاهل سنه دلوقتي الضغوط بتتخفف علينا بيحصل ضغوط بتحصل امور زي كده طبعا ان شاء الله النصر على الطريق وهعمل لكم ان شاء الله فيديو على غزه وكده لكن اللي انا عايز اقوله لك انت ما تنكرش ان في بينهم حرب لان ده واقع عايشينه ولو انكرت الواقع اللي احنا عايشينه فالنتيجه ان مصداقيتك انت اللي هتقع في الارض هو في حرب في حرب وفي صراع في صراع لكن المجوس اللي هم الشيعة أنا دايما أقول على الشيعة المجوس لأن هم عبيد الفرس المجوس الإيرانيين المجوس دول يا أبو الشباب هم عايزين يصوروا أن هذه الصراعات لأسباب أخلاقية وأن أهل السنة تقاعصوا وبينصروا الصهاينة على فلسطين بينما هم المجوس بيحاربوا الصهاينة من أجل فلسطين انا اقول لك الصوره دي خاطئه لان هم بيصوروا لك اصلا ان هم الشيعة وان السنه مين السنه هم السيسي وبن سلمان وبن زايد ومش عارف ايه وبتاع وكده طبعا دول مش سنه هو في ثلاث فرق في المجوس اللي هم الوقت مره مع الصهاينه ومره ضد الصهاينه حسب الصراع العالمي وفي الفريق الثاني اللي هو المنافقون اللي هو السيسي وبن زايد وبن سلمان والفرقه ديت دول مع الصهاينة ومع يعني هم خدم وعبيد للصهاينة ولا علاقة لهم بأهل السنة هم مغتصبين الحكم وهم كلاب حراسة على أهل السنة أما أهل السنة في حقيقة الأمر فهم مستضعفين المحظوظ منهم هرب أو فهم اللعبة وسكت وحط كمده في بطنه لأنه مش عارف مش يقدر يعمل حاجة لوحده وما فيش سبيل أنه هو يقدر يعمل أي حاجة فسكت وكمد غيظه وخلاص على كده اما بقى الباقيين يا اما سبقنا الى الله سبحانه وتعالى بالشهاده يا اما ان هو محبوس يا اما ان هو هربان وده هو حال اهل السنه واهل السنه هم في الحقيقه مستضعفين من امتى من ساعه حتى من يعني من ساعه هزيمه الدوله العثمانيه في الحرب العالميه الاولى وده بقى موضوع ان شاء الله هبقى اتكلم فيه لاحقا والسلام عليكم